السلام عليكم، ده هيكون أول فيديو لمادة تدريب عملي على حزم برامج الحاسوب اللي هندرس فيه في الكورس دوت. أول حاجة الباوربوينت، وتاني حاجة الإنترنت. طيب هنبدأ بأول حاجة الباوربوينت. عندنا احنا كلنا عارفين ان الباوربوينت ده بنستخدمه علشان أعمل بريزنتيشن أو علشان أعرض انفورميشن عندي بطريقة شكلها كويسة ومترتبة. طيب خلينا نفتح الباوربوينت. كلنا عارفين ان احنا بنفتح الباوربوينت من ستارت، بعد كده بندور على الباوربوينت. طبعا دوت لو ويندوز 10 ممكن نعمل سيرش، لو ويندوز 7 ممكن ستارت اول بروجرام، بعد كده مايكروسوفت اوفيس، وبعد كده باوربوينت. طيب دلوقتي اول لما بنفتح الباوربوينت بنلاقي المنظر دوت. الديفولت بتاعتي هي المنظر اللي قدامي ده، او دوت النورمال فيو بتاعي. طيب انا دلوقتي عايزة اتكلم عن الشاشة اللي قدامنا اللي اول لما بتفتح دي. اول حاجة عندي في البار اللي تحت ده عندي اول جزء، الجزء ده جزء الزوم. انا بقدر اكبر شكل الشاشة من هنا، سواء زوم ان او زوم اوت، تمام من هنا، وممكن كمان كده اني امسك الكرسل ده واكبر واصغر شكل الشاشة. يبقى يا اما ندوس على البوتن اللي هو الزوم اوت والزوم ان بوتن، يا اما من الكرسل ده. طيب تاني حاجة عندنا في الشاشة دي او في البار اللي تحت هي الفيوز اللي عندنا. باي ديفولت قلنا بنبقى واقفين على النورم فيو. النورم فيو اهو، لو بصوا وقفنا هنا كده هنلاقي ظهر ايه كلمة نورم كده. انا واقف في النورم فيو، الشكل اللي انا واقف عليه دوت هو النورم فيو. اول لما الباوربوينت بيتفتح بايه بيبقى على النورم فيو. طيب عندي شوية فيوز تانية هنا، زي مثلا دي اسمها ايه سلايد سورتر فيو. بصوا لما ادوس عليها بيجيب لي السلايدات اللي انا عاملها في الباوربوينت على هيئة ايه مربعات جنب بعضيها هنا. يعني انا لما اضيف سلايد تانية هتظهر ايه جنبها هنا، وبعد كده تظهر جنبها تاني هنا، وهكذا. طيب بعد كده عندي فيو تاني اسمه ريدنج فيو، لما ادوس عليها هيبقى بالشكل ده. طيب بعدين نرجع تاني للنورمال فيو. اخر فيو عندي هو السلايد شو فيو، ودوت اللي بستخدمه لما اجي اعمل ايه اعمل بريزنتيشن مثلا قدام مجموعة من الناس، او هبتدي اعرض الكلام بتاعي او الانفورميشن بتاعتي في مثلا في مكان عام، فانا عايز الصفحة بتاعتي تبقى كبيرة واوضح، هقوم ايه ادوس على سلايد شو فيو كده. فهو المفروض هنا الصفحة بتاعتي، علشان ارجع تاني بدوس اسكيب من الكيبورد. طيب في ايه تاني عندي تحت هنا؟ انا عندي كام سلايد، ارقام السلايدات، وانا واقف على سلايد رقم كام من كام سلايد، وعندي اللغة اللي انا هكتب بيها. تمام هنا بيبقى موجود السلايدز اللي عندي، وهنا السلايد اللي انا واقف عليه. طيب تعالوا كده نشوف هناخد ايه هنا. دوت الكلام اللي اتكلمنا فيه عن السلايد والفيوز بتاعتنا. تمام احنا اول ما فتحنا دوت النورم فيو بتاعي. طبعا المفروض ان كلنا عارفين ان البارز ديت اسمائها ايه. يعني البار اللي فوق الصغير دوت بيبقى اسمه كويك اكسس، اللي هو عندنا هنا فين اللي هو دوت اللي بيبقى فيه سيف، من هنا بعمل سيف او الاختصار بتاعها من على الكيبورد كنترول اس. وهنا عندي الاندو، وهنا الزرار اللي هو الريبيت زوم. المهم اهم حاجة عندي في البار ده هو السيف. طيب ايه تاني بيبقى عندي؟ البار اللي فيه التابز بتاعتي بيبقى اسمه التول بار. التول بار ده بيبقى فيه التابز اللي عندي زي فايل وهوم وانسيرت وديزاين والايه والبارز اللي احنا هنتكلم عليها دي، او التابز اللي احنا هنتكلم عليها. طيب ايه تاني؟ عندي هنا التولز اللي احنا لسه برضو هنتعرف عليها ونشوف هنستخدمها ازاي. وعن الناحية دي قلنا بيبقى عندي السلايدات بتاعتي او السلايدز اللي انا ضايفهم،
وهنا السلايد ده اللي انا واقف عليها حاليا، والزوم زي ما قلنا، والفيوز، وتحت خالص لو انا عايز اضيف نوت. هنا لو انا عايز اضيف نوت، يعني مثلا انا بشرح هنا حاجة وعايز اكتب نوت بحيث افتكر اقولها وانا بشرح الحاجة دي، بكتبها في النوت هنا. تمام. طيب ازاي بعرف اضيف سلايد جديدة؟ يعني باي ديفولت كده بيبقى موجود سلايد واحدة بس، زي ما احنا شايفين اهي اول سلايد. لو انا عايز اضيف سلايد جديدة، لازم اتأكد اني واقف على التاب اللي اسمها هوم، واقوم دايس نيو سلايد. لما بدوس نيو سلايد هنا كده، لو دوست على المثلث اللي عند النيو سلايد، غير لما ادوس هنا. لما بدوس هنا بيفتح لي الليستة ديت اللي موجود فيها انواع السلايد بتاعتي، يعني مثلا دي تايتل سلايد، تايتل اند كونتنت، وهكذا. دي اسماء السلايد، عشان في الامتحان بيجي يقول لي نوع سلايد معين اضيفه، فلازم ادوس على المثلث ده او على النيو سلايد دي، وايه، واختار نوع السلايد الايه اللي مكتوبة عندي في الورقة. زي مثلا هنضيف تايتل اند كونتنت، اهي اضافت سلايد جديدة وبقينا واقفين عليها. عايز نقل السلايد دي، بعمل كده ادوس عليها، او دي ادوس عليها عادي جدا. طيب يبقى ازاي بضيف سلايد جديدة من نيو سلايد؟ اختار شكل السلايد اللي انا عايزه. طيب لو دوست على طول على سلايد كده، باي ديفولت هيقوم يعمل ايه؟ هيحط لي السلايد اللي نوعها تايتل اند كونتنت. دي الديفولت، يعني لما بدوس عليها هنا كده من فوق بيجيب لي ايه، الديفولت تايتل اند كونتنت. لما بدوس هنا بختار نوع السلايد اللي انا عايزها. كده عرفنا ازاي بنضيف سلايد تانية. طيب دلوقتي لما ضفت سلايد كده، انا عايز اكتب هنا تايتل، زي مثلا كده. يبقى انا علشان اكتب حاجة في التايتل بعمل ايه؟ بدوس كليك. يعني مثلا يجي السلايد الفاضية دي، اي كليك تو اد تايتل. يعني لما يجي في الامتحان يقول لك اد تايتل كذا، يبقى انت عارف ان انت هتكتب هنا التايتل، زي ما احنا عملنا كده دلوقتي. طيب بعد كده انا دلوقتي لو عايز اضيف تكست، هدوس هنا كده وابتدي اضيف التكست اللي انا عايزها، بس احنا مش هنضيف دلوقتي تكست. طيب يبقى انا علشان اضيف كلام في السلايد بتاعتي، بدوس مطرح ما انا عايز اكتب الكلام، وهنا عشان اضيف تايتل، وهنا اضيف سب تايتل. اهو مثلا هنا هنقول ايه، سيكشن واحد مثلا، وهنا هنقول باوربوينت سيكشن مثلا. تمام. يبقى احنا كده ايه، بنضيف الحاجات اللي او الكلام اللي انا عايز اي اضيفه في الباوربوينت بتاعتي، وهنشوف ازاي نغير شكل الكلام والشغل ده كله. طيب بعدين عندنا ايه تاني؟ طيب انا دلوقتي لو عايز اعمل ديزاين للباوربوينت بتاعتي، اكيد الباوربوينت بتاعتي مش هتفضل بيضة كده شكلها ابيض سادة كده، لا انا عايزة اضيف ديزاين. طيب هعمل ايه؟ شايفين ديزاين دي الديزاينز اللي عندي او السيمز اللي عندي، محطوطة في تاب اسمها سيمز. اهو بختار الديزاين اللي انا عايزه ايا كان، زي مثلا ده اهو، شوفوا كله هيتغير للديزاين الشكل اللي انا عملته ده. او ممكن اختار حاجة تانية، ممكن نختار ده اهو، برضو الديزاين اختلف. ممكن نختار اي ديزاين من دول. كده احنا عمالين بنغير في الديزاين اللي ايه، اللي عندي. طيب يبقى الديزاين، علشان اغير الديزاين بتاع الباوربوينت بتاعي، بروح للتاب اللي اسمها ديزاين، بعد كده ايه، سيمز. ماشي. في كمان عندي اني اغير الكالر بتاع الديزاين بتاعي، ممكن اعمله اي لون.
تمام، طبعا بيتغير او بيحصل له ابلاي لكل السلايدز اللي عندي. طيب خلينا نرجع كده تاني نشوف ايه تاني عندنا. طيب تعالوا كده نروح لايه، للتاب اللي اسمها فايل. هنا التاب اللي اسمها فايل هنا فيها حاجات كتيرة قوي. هنتكلم مثلا عن انفورميشن. دي انفورميشن ديت هي الانفورميشن الخاصة بالباوربوينت بتاعنا، زي مثلا اسمه ايه، السايز بتاعه كام، هل هو هيدن ولا لأ، معمول على اكاونت بتاع انهي كمبيوتر، اتكريت امتى، والكلام ده كله. طيب نيو دي يعني انا عايز اعمل باوربوينت جديدة. اوبن يعني هبتدي افتح باوربوينت من عندي على الجهاز، لو عايز افتح باوربوينت اصلا متكريتة عندي على الجهاز. وسيف عشان اعمل سيف للباوربوينت بتاعتي. طبعا لما بدوس سيف او سيف از بيجيب لي هتسيفها فين والاسم بتاعها ايه. والبرنت بقى ديت المهمة اللي عايزين نتكلم عنها. برنت دي لو انا عايز اطبع يعني الباوربوينت بتاعتي. طيب الشكل ده كلنا عارفين ان اسمه برينت بريفيو، يعني شكل الصفحة لما هتيجي تطبع هيبقى شكلها عامل ازاي. طيب الزرار دوت اللي هو بعد ما بظبط خلاص انا عايز اطبعها بالشكل ده كذا كوبي مش عارف ايه، بدوس على الزرار ده. وهنا النمبر اوف كوبيز يعني انا عايز اطبعها نسخة 2 3 كم نسخة بالظبط عايز اطبعها. وهنا البرينتر، انواع البرينترز اللي انت معرفها على اللابتوب بتاعتك، انهي واحدة اللي انت عايز تشغلها او انت تطبع عليها. بعد كده هنا عندي انا عايز اطبع كام صفحة او كام سلايد في الصفحة بتاعتي، وعندي لحد 9 سلايد في الصفحة. طبعا احنا عاملين بس 3 سلايد فممكن نختار 3 سلايد، يبقى ايه، يبقى هيظهر لي كده سلايد، وهنا ممكن ديسكريبشن او حاجة. طيب هنا 3 سلايد بشكل تاني. المهم ان احنا دلوقتي عايزين نبقى عارفين ان انا عندي ماكسيموم 6 سلايد يطبعوا في الصفحة الواحدة، ماشي. وعندي ايه تاني، انا دلوقتي هطبع، لو هطبع اكتر من نسخة هل هطبع النسخة كاملة ولا الصفحة الأولى من هنا والصفحة التانية من هنا وهكذا. يعني بمعنى ايه، يعني النسخة الأولى هتطبع سلايد 1 2 3 4 ورا بعض، ولا النسخ هتبقى الصفحة الأولى كل النسخ مثلا 10 نسخ، بعد كده الصفحة التانية 10 نسخ، بعد كده الصفحة التالتة 10 نسخ، ولا هيطبع النسخة الأولى كاملة مع بعضيها بعد كده النسخة التانية مع بعضيها وهكذا. طيب في كمان عندي نوع الطبع، هل هو بورتري ولا لاندسكيب، يعني هو بالطول كده ولا بالعرض. لاندسكيب يعني بالعرض، وبورتري يعني بالطول كده مثلا، كده بقت لاندسكيب وكده بورتري. طيب واخر حاجة هنا خلينا نرجع ايه، نحن نطبع سلايد واحدة في الصفحة. طيب اخر حاجة هنا انا هطبع color بالالوان، هل الصفحة بتاعتي هتبقى بالالوان ولا gray scale، يعني فيها نوعها gray يعني فيها درجات تدريج الالوان gray واسود وكده، ولا black and white pure يعني ابيض واسود بس ما فيهاش بقى ولا gray ولا ايه تدرجات الالوان بالgray. يبقى انا عندي 3 اوبشن، يا اما ملونة، يا اما gray scale، يا اما ابيض واسود بس. بعد كده طبعا بدوس هنا كام كوبي، بدوس برنت، واللي تحت دوت بان انت تشوف الصفح كلها شكلها عامل ازاي. اهو انت واقف في الصفحة رقم كام، زي مثلا وريني الصفحة التانية اهي، من كام صفحة عندك في الباوربوينت اصلا. طيب نعمل باك بقى من هنا. طيب احنا كده خلاص عرفنا ازاي بعمل برنت، وبشوف ازاي البرنت بريفيو والحاجات المهمة اللي في قائمة فايل او في التاب اللي اسمها فايل اهمت. وفي ايه تاني بعد كده، تعالوا كده نرجع للسلايد اب بتاعتنا نشوف في ايه تاني. هي كده اول باوربوينت تقريبا او اول PDF خلصت.
تعالوا نشوف البي دي اف التانية. ماشي، احنا دلوقتي عايزين نضيف سلايد. احنا دلوقتي لما هنيجي نقف هنا عايزين نشرح ايه الحاجات اللي انا ممكن اضيفها لما ادوس على حاجة من دول، نعرف ايه دول. طيب انا دلوقتي ممكن لو دوست هنا هانسيرت تيبل. طيب هو بيقولك التيبل كام كولوم وكام رو، زي مثلا هنخليها 3 كولوم وايه واربعة رو، وندوس اوكي. تمام، اهو ظهر لي الجدول اللي انا قلت عليه اللي هو 3 كولوم وكام رو، 4 رو. طيب الجدول دوت فتح لي هنا تاب تانية اسمها تيبل تولز، تحتها 2 تاب اللي هي ديزاين ولاي اوت. طيب ديزاين دي في منها التيبل ستايل، يعني انا ممكن اخلي شكل التيبل بتاعي عامل ازاي، يعني كده اغير في شكل التيبل بتاعي. انا بس مجرد بغير شكل التيبل شكله عامل ازاي، يعني عشان ممكن اجي اقول لك برضه في الامتحان غير لي الستايل بتاع الجدول، ممكن اقول لك اسمه او اسيبها لك اعمل اللي انت عايزه. طيب دلوقتي برضه ممكن اغير اللون، بصوا هنا مثلا بغير اللون بتاع الجدول، والبوردر ممكن اغير البوردر، اشيل بوردر مثلا على اليمين احط بوردر، يعني مثلا لو احنا واقفين مثلا هنا في السيل دي ممكن اشيل البوردرز كده او نو بوردر، او احط لي البوردر، ممكن التوب البوتون الكلام ده كله ازاي اعمل بوردر. تعالى نعمل باك، ايش خلينا في جدول لونه كده. ماشي، في ايه تاني؟ طيب انا دلوقتي لو عندي عايز ادمج 2 سيل مع بعض، زي مثلا ال2 سيل دول عايز ادمجهم مع بعض. طيب خلينا مثلا نكتب هنا ان نيم وهنا الاي دي مثلا، وهنا هو سيكشن كام. طيب انا دلوقتي عايز اضيف الكلام ده كله في نص السيل بتاعتي، هروح على هوم وفي عندي هنا ايه اني احطه في النص. طيب انا دلوقتي عايز احطه في الجنب، هيبقى من هنا او الناحية التانية من هنا وهكذا، خلينا حاطينه في النص. طيب عايز اكبر الفونت سايز بتاعه مثلا، يبقى ايه هكبر الفونت سايز من هنا او من هنا واصغر من هنا. تمام، طيب عايز اغير الفونت ستايل من هنا، اختار اي فونت ستايل اهو. طيب انا عايز دلوقتي اعمل ايه، عايز اخلي اول كابيتال، اول حرف كابيتال، يبقى في عندي هنا ايه سي، تخلي اول حرف من كل كلمة كابيتال. طيب عايز اخلي هو كله كابيتال، كل الكلمة كابيتال، في عندي حاجة اسمها ابر كيس، وفي عايز اخليه كله سمول يبقى ايه لور كيس. طيب في برضو الشكل ده ان اول حرف يبقى هو السمول والباقي كله كابيتال، خلينا نسيب ده دلوقتي. طيب عايز اغير الكالر من هنا، كل ده احنا بنلعب في الايه في التاب اللي اسمها هوم في ايه في حتة الفونت دي. طيب عايز اغير مثلا لون الكلام، نخليه مثلا اللون ده، يبقى انا كده ايه بغير لون الكلام. طيب في ايه تاني، في انا عايزه اعمل بولد مثلا للكلام ولا لا، طب عايزه اعمله ايتاليك، عايزه اخليه مايل كده ولا لا، واندرلاين، وهنا دي كمان الشادو، اني اعمل شادو للتكست بتاعي يبقى ليه ظل كده. ماشي، في ايه تاني، دي الحاجات دلوقتي اللي احنا ممكن ايه نعملها للنيم. واخر كل يعني اخر بعد كل الكلام دوت في حاجة هنا اسمها ايه clear all formatting، بصوا لو دوست عليها رجع كل حاجة زي ما كان، مسحنا بقى الالوان والايتاليك والكلام ده كله. طيب خلونا نخلي الكلام شكله ايه كده،
وايه ونديله كلر. اوكي خلينا نكبره سنه. ماشي هدخل هنا الداتا. سي مثلا انا عايز ادمج الاتنين سيل دول مع بعض. نرجع تاني للنقطه اللي كنا عايزين نقولها، عايز ادمج اتنين سيل. طيب في هنا بعمل، لازم ابقى عامل سيلكت على الاتنين سيل اللي انا عايز ادمجهم. فانا دلوقتي عملت سيلكت. سيلكت ازاي؟ كليك وايه ودراج كده. في هنا عندي سيل اسمها، او في عندي زرار اسمه ميرج سيل. بصوا لما ادوس عليها السيل بقت كأنها سيل واحده. الاتنين سيل دول حصل لهم ميرج، حصل لهم دمج. رجعتها عشان نشوفها تاني. زي مثلا السيل اتنين دول عايز ادمجهم، هقوم اعمل سيلكت وادوس ايه ميرج سيل، بقوم هما ايه سيل واحده. طيب لو عايز السيل ده مثلا اعمل لها ميرج مع السيل دي زي ما عملنا دلوقتي، اعمل ايه ميرج سيل. طيب يبقى انا بعمل ميرج ازاي؟ بعمل سيلكت للسيلز وبعد كده ادوس من هنا فوق ميرج سيل، او ادوس عليها رايت كليك واقوم قايل ميرج سيل. يبقى انا كده دمجت اتنين سيل مع بعض. يبقى انا عندي طريقتين، يا اما من هنا يا اما رايت كليك ميرج سيل. طيب انا دلوقتي عامل كام رو؟ اربعة. اكتشفت ان انا عايز اضيف رو تاني، هعمل ايه؟ عندي حاجة اسمها insert row. طيب الانسيرت ده عشان اعمله هعمل سيلكت كده واقوم عامل رايت كليك. في حاجة عندي اسمها insert، هيقول لك انت عايز insert right ولا left ولا above ولا below. فاحنا مثلا عايزين insert below اهو، هيقوم ايه ظاهر لي سيل تاني. طيب عايز insert فوقها above اهي، وهكذا. طيب يبقى انا بانسيرت ازاي؟ يا اما اسلكت واعمل رايت كليك واقول انسيرت، يا اما من هنا اقوم قايل ايه انسيرت نوع الانسيرت اللي انا عايز اعمله. طيب انا دلوقتي زودت وعايز امسح الجزء ده، في عندي هنا حاجه اسمها ديليت. بيقول لك بقى هل انت عايز تديليت كولوم ولا رو ولا التيبل اصلا؟ فاحنا مثلا هنقول الرو، هيمسح لي الرو اللي انا عايز امسحه اللي انا عامل عليه سيلكت ده. طيب علشان اتحكم في حجم السيلز او الـ او الكولومز بتاعتي من هنا اهو، تمام، لازم يبقى الشكل عامل كده. شايفين شكل السهم كده عامل ازاي، او شكل الكرسول عامل ازاي؟ يبقى انا بقف هنا كده على الخط اللي انا عايز اكبره او اصغره وابتدي اغير فيه كده، تمام. طيب عايز دلوقتي انقله، لازم عشان انقل التيبل ده لازم اخلي الشكل الكرسل عامل كده وابتدي انقله المكان اللي انا عايزه. طيب ودي برضو بتصغر حجم التيبل، تمام. طيب ايه تاني هنا؟ علشان اضيف شورت تاني ايكون عندي اني اضيف شورت، اضيف شورت. لو دوست كده على insert short هيجي يقول لي شكل الشورت اللي انت عايزه ايه. طيب انا عندي هنا لستة بالشورت اللي انا عايز استخدمهم، عندي كولوم، عندي لاين، عندي باي، عندي بار، عندي اريا، عندي هنا انواع كتير لشكل الشورت، وهنا موضح لي شكل الشورت عامل ازاي اهو، تمام. طيب انا زي مثلا هجيب لك نوع معين انت هتدور عليه هنا، زي مثلا خلينا نختار ده، بعد كده في اشكال تانية هنا جواه، اختار ده مثلا ونقول اوكي. اول لما هختار شكل الشورت هيفتح لي هنا ايه، شايفين ده ايه؟ دوت الاكسل. الاكسل دوت يعني عايز ياخد مني الفاليوز اللي ايه اللي هيستخدمها، علشان الشورت ده مش لازم يبقى انا عندي فاليو برسمها، هو الشورت ده شوية فاليو وعلاقة ما بين الفاليوز دي. فانا مثلا دلوقتي سي ادي الداتا اللي هو عايز ياخدها مني، زي مثلا هنا هقول ده سيكشن واحد وده مثلا سيكشن اتنين. حد ملاحظ ان هنا بيتغير الفاليو؟ الكلام اللي انا بكتبه اهي سيكشن واحد سيكشن اتنين، بعد كده سيكشن تلاتة مثلا، وهنا سيكشن اربعة. يبقى ايه احنا كده بنغير هو ايه يعني سيكشن مثلا واحد ده كام طالب نجح مثلا 10، طيب وسيكشن اتنين نجح مثلا 50، طيب وسيكشن تلاتة نجح مثلا 20، وده مثلا نجح 15.
يبقى كده ايه دي الفاليوز اللي احنا رسمناها بالشكل ده. طيب ممكن طبعا نغير في الفاليوز دي تاني، مثلا نخلي دي مثلا 40 ودي مثلا نخليها 20. يبقى طول ما انت بتغير عمال بيتغير عندك في الشكل ده. طيب نقفل ونشوف ايه التاب اللي اتفتحت فوق هنا. اول تاب الشكل اصلا بتاع الشورت بتاعي، بصوا شايفين بيتغير الشكل ازاي. طبعا في كمان لو انا عايز اعمل ايه تاني، عايز اغير التايب في اهو كولوم مثلا، نختار الكولوم ده اهو غير لي شكل الشورت بتاعي، وبرضو الستايل بتاعه ممكن يبقى متغير. طيب في ايه تاني غير الشورت ده؟ تعالوا كده نضيف سلايد تانية ونشوف ايه تاني غير الشورت. عايزه اقول حاجه برضو قبل ما انساها، ان انا ممكن اعمل انسيرت يا اما للشورت يعني او للتيبل، يا اما من هنا زي ما قلنا، يا اما من قائمه انسيرت واقوم قايل ايه هنا تيبل واقول له هو كام في كام. او كمان الشورت هتلاقوه هنا اهو الصفحه اللي كانت مفتوحه. فيبقى انسيرت مش لازم من هنا، ممكن كمان من قائمه الانسيرت. طيب عندي ايه هنا تاني؟ عندي السمارت ارت او السمارت ارت برضو من هنا. طب السمارت ارت دي برضو انواع كده، برضو هجيب لك نوع معين هو اللي الدفولي، وخلينا نختار اي نوع زي مثلا عشان هيبقى شكل كده. انا مثلا عايز اكتب هنا كلام، هقوم دايس هنا واكتب الحاجة اللي انا عايزها، وهنا واكتب الحاجة اللي انا عايزها، وهنا كمان اكتب اللي انا عايزه. طيب انا دلوقتي لازم ابقى واقف على الشورت علشان اغير الستايل بتاعه. الستايل بتاعه اهو، اختار اي ستايل. ساعات بجيب ان انا عايزه ستايل 3D. تمام. طيب عايزه اغير الكالر اهو، الالوان عندي. يبقى احنا كده عملنا ايه، سمارت ارت. طيب نضيف صفحة تانية ونشوف في ايه تاني ممكن نضيفه. ممكن اعمل insert الصورة اهو، بعمل ايه، بدوس هنا اهو picture، واقوم اختار الصورة اللي انا عايزها. ممكن اغير حجمها من هنا او من هنا كده اهو، بغير الحجم. وبعدين اغير كمان الستايل بتاعها، زي اعملها مثلا شادو كده تحت، اعملها كده فريم. دي الستايلز اللي عندي في الصورة، اعملها مدورة كده، اعمل ليها ميلة كده. دي اشكال كلها عندي في الصورة هنلعب فيها، وانا باجي اقولك ان انا عايزة ستايل شكلها عامل كذا. طيب في ايه تاني في الصورة ديت؟ عايزة اعمل لها بوردر مثلا بلون معين، يبقى هاجي هنا في حاجة عندي اسمها بيكتشر بوردر، واختار لون البوردر اللي انا عايزه اهو. حد ملاحظ ان هو بيتغير اهو؟ انا اخترت لونه بنفسجي كده، فعمل بوردر للصورة لونه بنفسجي. طيب في ايه تاني؟ في البيهايند والفرونت دي، يعني انا مثلا لو كاتب كلام تبقى الصورة ورا الكلام ولا قدام الكلام، اللي هي بيهايند وفرونت دي، او فورورد وباكورد. طيب دي بالنسبة للصورة. في ايه تاني اخر حاجة عندي عايزة اضيفها؟ كمان في عندنا اني اضيف كليب ارت، بس عشان هنا انا شغاله على باوربوينت 13، او باوربوينت كام 16، فمش موجوده هنا الكليب ارت، بس على 10 اللي عندنا في الاجهزه اللي في اللاب هيبقى فيه الكليب ارت. فخلونا نبص هنا على الباوربوينت علشان اضيف كليب ارت. احنا هنلاقي عندنا في العادي، فاكرين احنا كنا بنعمل ايه عشان نضيف سلايد جديده كده؟ احنا هنا هنلاقي كليب ارت، لما هنيجي عندنا في الاجهزة اللي في المعمل هنلاقي هنا كليب ارت. تمام. فالكليب ارت دي بس هي مش موجودة في الفيرجن ده. الكليب ارت بصوا هنعمل ايه، هندوس على الايكون بتاعت كليب ارت دي اللي موجودة هنا،
حلو كده، نكبر عشان تبقوا شايفينها اوضح. تمام، هنضيف عليها، بيبقى شكلها عامل كده، اللي هي كليب ارت ايكون. ما هدوس عليها هيفتح لي هنا جزء كده، هنكتب هنا اسم الكليب ارت اللي انت هتدور عليه وتدوس جو. زي مثلا هو هنا كتب ترين وداس جو، ظهر له هنا اشكال لقطر. ممكن اقول لك مثلا كمبيوتر، تيجي تكتب هنا كمبيوتر يظهر لك هنا اشكال كمبيوتر. كل اللي بتعمله ان حضرتك بتدوس عليها 2 كليك فتضاف لك هنا، وتبتدي بقى ايه تكبر الفونت، سوري السايز بتاعها. ممكن اقول لك كاو، دي اشهر الحاجات يعني. بتقوم حضرتك تضيف هنا شكل الكاو برضو وتكبر الايه السايز بتاعها. يبقى احنا ممكن نضيف برضو كليب ارت زي ما ضفنا التيبل والسمارت ارت والشورت. عايزة اقول حاجة كمان برضو للصورة، الصورة بتاعتي انا ممكن اعمل لها كروب لما ابقى دايس عليها كده واعمل رايت كليك على الصورة بتاعتي. في حاجة اسمها كروب، بصوا هيحصل ايه، شايفين الحتة الفريم الاسود الصغير ده هنا او هنا او هنا، انا كده بعمل كروب. لو مسكته كده عملت كده يبقى انا بعمل كروب للصورة. بصوا لما ادوس بره الصورة اتقطعت. تمام، ممكن نجرب تاني، اهي الصورة الاصلية. عايزة اعمل كروب مثلا اني اصغر كده واجي هنا كمان اصغر كده، انا كده بعمل كروب للصورة. تمام، طيب ايه تاني ممكن اعمل له انسيرت غير اللي احنا قلناه، الفلو شارت والبيكتشر والكليب ارت والكلام دوت. في كمان اني اعمل انسيرت لتكست بوكس او يعني بوكس اكتب فيه كلام. يعني انا دلوقتي عايزة احط دي كده على جنب مثلا، احطها كده على جنب واخد هنا اكتب هنا جملة. فانا هضيف ايه تكست بوكس، هقف على قائمة انسيرت بعد كده تكست بوكس، واقوم اقول التكست بوكس ده هيبقى هنا وابتدي اكتب فيه الكلام اللي انا عايزه اهو. زي مثلا هنكتب فيه this is C family. تمام، اهو يبقى انا كده ضفت هنا ايه تكست بوكس. طيب عايزه اغير الفونت، عايزه اغير اي حاجه، عادي جدا اهو بيطلع لي هنا قايمه، عادي اهو بولد الستايل بتاع الكلام، السايز، الكالر، عادي جدا كاني ضفت كلام عادي جدا. تمام، نغير اللون علشان مش باين. ماشي، يبقى انا كده بعمل انسيرت لايه لتكست بوكس. يبقى ازاي بضيف تكست بوكس من انسيرت تكست بوكس. طيب ايه تاني ممكن اعمله بالباوربوينت؟ ده الشورت قلناه خلاص، وانواع الشورت خلاص قلناهم، وده الاكسل اللي بكتب فيه الداتا بتاعتي اللي هياخدها عشان يعمل الشورت، وازاي بعمل له ايديت، والتيبل قلناها. ماشي، الوورد ارت، الوورد ارت غير بقى الكليب ارت والكلام اللي احنا قلناه دوت. دلوقتي تعالوا نقف هنا في الصفحة دي ونقول insert word art. شايفين insert بعد كده word art، بتنقي شكل الword art بتاعك. زي مثلا ده اهو، شفت لما اخترت word art، تعالوا نشوف تاني اهو insert بعد كده word art، بختار الشكل على طول بيظهر لي عايز تكتب فيها ايه اهو. زي نختار واحدة تانية، نختار دي مثلا اهو، قال لك ايه your text here، اكتب اللي انت عايزه هنا. زي مثلا هنكتب كده مثلا، و اهي الورد ارت بتاعتي اهي. نمسح بقى ده عشان ما يبقاش ليه اكتر من حاجة فوق بعض. طيب بقى ايه الورد ارت ديت ازاي بجيبها؟ انسيرت بعد كده وورد ارت، وهيجيب لك ايه اكتب الحاجة اللي انت عايزها. وده مجرد شكل ايه كلام بفونت تاني او بستايل تاني او بورد ارت ستايل تاني. طيب بيفتح لي هنا تاب، لو انت توقفت عليها يفتح لك هنا تاب اسمها drawing tool، وتحتيها تاب اسمها format. ممكن تغير الستايل تاني او مثلا اخليها الاحمر دي، ممكن تغير ايه تاني الكالر بتاعها.
بس عشان انا واقفة على ديت مش واقفة على التو ديت اهو، فعملت سيلكت عليها كلها وجيت هنا هغير اللون كله واغير الستايل. مثلا عايزة اعمل لها جلو، مثلا جلو شايفين حواليها بقى عامل ازاي، بقى فيه زي جلو كده بقت مضيئة. طب نعمل سيلكت ونشوف فيه ايه تاني، افكت تانية عندي 3D، بصوا شايفين كده مثلا عندي 3D بأشكال تانية. طيب عندي ايه تاني، عندي شادوز اني اعمل لها شادو وهكذا. طيب في ايه تاني، في كمان اني اعمل insert and modifying shape. طيب تعالوا نشوف ازاي بعمل اول insert للشيب، بعد كده نشوف ازاي نعمله modify. خلونا برضو نضيف سلايد جديدة، خليها المرة دي نوعها بلانك، فاضية خالص ما فيهاش اي حاجة، واجي عايزة اضيف شيب. فهعمل ايه، هدوس على قائمة insert. انا اي حاجة يا باشمهندسين عايزة اضيفها هي من قائمة insert، التيبل من insert والشيب والسمارت ارت وكل حاجة من insert تقريبا. طيب انا دلوقتي هاجي هنا الشيب، طبعا احنا عندنا اشكال كتيرة جدا على حسب ما هقولك في الامتحان طبعا هتضيف، يعني عندنا لاين وعندنا ريكتانجلز، عندنا بيزك شيب، وعندنا بلوك اروز، وعندنا فلو شارت، عندنا حاجات كتيرة قوي. تاني مثلا هنضيف البيزك شيب، هنضيف مثلا السمايل فيس ده. انا اول حاجة بعملها بدوس عليه، بعد كده بيعمل ايه، ثانية اهو دوست عليه بيجيب لي شايفين شكل الكرسر عامل ازاي، ببتدي انا ارسم انا عايز احطه فين. اهو هحطه هنا مثلا عندي في نص الصفحة. بعد كده لو انا عايزة اغير الكالر بتاعه هاجي فين هنا اهو الكالر بتاعه، وهنا كده بعرف اتحكم في السايز بتاعه. لو وقفنا شايفين السهم كده عامل ازاي، السهم دوت بصوا لما بقف هنا بيحصل سهم كده شكله دورية، علشان اعمله ايه، اغير اتجاهه او اعرف اقلبه اوديه كده اهو زي ما انتوا شايفين كده. تمام، يبقى انا مثلا ممكن اخليه مايل كده واحطه مثلا هنا كده على الجنب. تمام، يبقى انا كده بعرف اغير اللون بتاعه اهو، خليه اخضر مثلا، وممكن كمان اغير الايه اللون اللي هو الفريم بتاعه اهو، عملنا لونه احمر. وممكن كمان اعمل له افكت، اعمل له مثلا اخليه جلو مثلا اهو، بصوا مثلا اهو عملنا له جلو افكت وهكذا. يبقى انا ممكن العب نفس الستايل دي على كذا حاجة، اعمل جلو لصورة، اعمل جلو لشيب، اعمل جلو لكلام وهكذا، مش لازم يجيلك على حاجة واحدة بس. طيب نشوف ايه تاني عندنا هنا في الباوربوينت، عندنا كمان ازاي اضيف هيدر اند فوتر. طيب تعالوا كده للباوربوينت اهو، هنا للباوربوينت عشان اضيف هيدر اند فوتر باجي عند قائمة insert، بعد كده عندي حاجة اسمها هيدر اند فوتر، لما بدوس عليها بيفتح لي الصفحة دي، بنبقى واقفين على التاب اللي اسمها سلايد. لو انا مثلا عايز اضيف التاريخ واليوم مثلا، فهدوس كده عايز اضيف التاريخ واليوم، هيبقى عندي 2 اوبشن، هل هو updated automatically، هل انت هتجيب التاريخ اوتوماتيك اللي هو النهارده كام من على البي سي بتاعك يوم كاتبه لك في الباوربوينت، ولا fixed، يعني ايه يعني هو التاريخ ده دايما اللي تكتبه لي. زي مثلا هنضيف ايه الاوتوماتيك، هنقوم دايسين apply to all، بصوا حصل ايه، جاب تاريخ النهارده اهو. اهو جاب التاريخ بتاع النهارده اللي هو اوتوماتيك موجود النهاردة ايه في الكالندر بتاعة اللابتوب. طيب في ايه تاني ممكن نضيفه، ممكن نضيف السلايد نمبر، وممكن كمان اضيف فوتر، فوتر مثلا نسميه مثلا ايه، مثلا نكتب ايه ويلكم مثلا، نقوم قايلين ابلاي تو اول اهو، ادي الفوتر بتاعي وادي البيج نمبرنج بتاعتي. البيج نمبرنج طبعا بيختلف على رقم السلايد اللي انا واقف عليها اهو،
زي ما احنا شايفين، وويلكم ديت اللي في الفوتر ثابته، والتاريخ بتاعنا الاوتوماتيكالي اللي احنا ايه اخترناه. يبقى انا كده عرفت ازاي اضيف فوتر وازاي اضيف تاريخ وكمان ازاي اعمل بيج نمبرنج. كل دوت في منين؟ هيدر اند فوتر. طيب في ايه تاني؟ في طبعا الباوربوينت بيدعم ان انا اعمل تشيك للسبيلنج. ممكن نشوف هنا منين. باجي على قائمة ريفيو، بعد كده بلاقي عندي حاجة اسمها سبيلنج. لو الكلمة اللي انت كاتبها مثلا بيجي هنا يجيب لك كذا سجست على انت تقصد انهي كلمة، يعني اقرب كلمة ولا يعني ويلكم دي مثلا احنا كاتبينها غلط، فايه فطيب نكتبها بالشكل دوت، يعني دي الصح بتاعها اقرب حاجة ممكن تبقى دي. فانا لو دوست عليها 2 كليك هي ايه، هقول له تشينج او تشينج اول، يبقى كده ايه هيغيرها لي كلها ويقول لي ان سبيلنج دلوقتي تم بنجاح. طيب ندوس تاني مثلا، طبعا هو دلوقتي عشان السبيلنج صح. طب تعالوا نغيرها تاني، خليها كده، ونيجي نعمل تشيك سبيلنج اهو، هيجي يقول لي انت تقصد انهي واحده. في عندي اجنور مش مهم، لا انا عايزها بالشكل ده. في اجنور قول، يعني لو في كل السلايدات موجوده لا خليها لي في كل السلايدات، اعمل لها اجنور، ودي اجنور للسلايد اللي انا واقف فيها بس او للكلمه اللي انا واقف عليها دلوقتي بس، وقاد دي يعني ضيفها لي للديكشنري عندك، لا دي كلمه موجوده مصطلح ممكن مثلا تبقى اسم بلد اسم شخص وانا عايزه اضيفها للديكشنري. بس احنا هنعمل ايه تشينج اول عشان السبيلنج بتاعها اصلا كان غلط كده. طبعا المفروض حصل لها تشينج في كل السلايدات زي ما احنا شايفين كده اتصلحت، يبقى احنا كده عملنا ايه تشيك سبيلنج. طيب احنا كده خلصنا 3 باوربوينت، 3 باوربوينت بيشرحوا الباوربوينت او 3 PDF بيشرحوا الباوربوينت. فكده فاضل لنا اخر واحد ان شاء الله نشرحه في فيديو جديد تاني. بس كده وشكرا.